بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح نتطرق مع بعضنا البعض خلال هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار المستوى الثالث لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية قسمي الاقتصاد وإدارة الأعمال. في الحلقة الأولى راح نتطرق إلى مقدمة في بيان مفهوم التمويل والاستثمار. فنحن نتطرق إلى مفاهيم أساسية حول طبيعة الاستثمار، ومن ضمنها مفهوم الاستثمار، أهميته، أهداف هذا الاستثمار، وكذلك أنواع الاستثمار. لدينا العملية الاستثمارية تحظى من بين العديد من الفعاليات الاقتصادية بأهمية كبيرة، كون الاستثمار يمثل العنصر الحيوي والفعال لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال أن الاستثمار هو الدافع للتنمية الاقتصادية وكذلك الألفة الاجتماعية. النقطة الأولى مفهوم الاستثمار. يرى البعض أن الاستثمار يعني التضحية بمنفعة حالية يمكن تحقيقها من إشباع استهلاكي حالي من أجل الحصول على منفعة مستقبلية يمكن الحصول عليها من استهلاك مستقبلي أكبر، وذلك بالتخلي عن الاستهلاك الحالي، وذلك عملية استثماره مؤقتا من أجل الحصول على مبلغ أوفر مما كان من الإمكان الحصول عليه في الوقت الحاضر، وبذلك ممكن استهلاك مجال أكبر من المجال الحالي. بينما البعض الآخر يعرف الاستثمار بأنه التخلي عن استخدام أموال حالية لفترة زمنية معينة من أجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل، تكون بمثابة تعويض عن الفرصة البديلة للأموال المستثمرة، وذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية، وذلك لأن الريال أو القيمة الحالية لأن سواء الريال أو غيره من العملات لا تساوي بالطبع الريال في المستقبل، ذلك الانخفاض في القوة الشرائية إما بسبب التضخم مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة. إذن من خلال التعريفين السابقين يمكن القول أن الاستثمار يختلف عن الادخار، وهو الذي يعني ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، وهو فائض الدخل عن الاستهلاك، أي أنه الفرق بين الدخل وما ينفق على سلع الاستهلاك والخدمات الاستهلاكية، لذلك يطلق على هذا الدخل والادخار لفظ الفائض، أي فرق بين عملية أو ما ممكن أن يحصل عليه الشخص وما يستهلكه هذا الشخص، الفرق بينهما يصبح الدخل. أيضا الفرق الآخر بين الادخار وبين عملية الاستثمار أن الادخار لا يحمل أي مخاطر، بينما الاستثمار ممكن أن يتعرض إلى جزء من المخاطر تختلف حسب طبيعة هذا الاستثمار. أيضا ممكن تكوين احتياطي من هذا الادخار، وذلك من خلال الأرباح المقتنعة التي تحصل عليها الشركات أو من الراتب الشخصي الذي يحصل عليه الشخص، وبالتالي هذا الاحتياطي من الممكن أن يجمع خلال سنوات متعددة. أيضا في نفس الوقت بعد مرور مجموعة من السنوات أو عدد من السنوات ممكن استخدام هذا الادخار في عملية استثمارية، فبالتالي يتحول هذا الادخار من كونه احتياطي إلى كونه استثمار. النقطة الثانية في هذه الحلقة تتمثل في أهمية الاستثمار، وممكن تلخيصها بمجموعة من النقاط. النقطة الأولى زيادة الدخل القومي، وذلك من خلال عملية الاستثمار، حيث أنها تكون أو تدعم التنمية الاقتصادية للبلد. أيضا إيجاد فرص عمل، وذلك من خلال أي رجل أعمال قام بإنشاء مشاريع معينة أو قام بإنشاء شركات معينة داخل البلد، فإنها سوف تشجع من عملية التوظيف، وبالتالي أبناء هذا البلد والتنمية الاجتماعية لهذا البلد سوف تزدهر.
دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس المجال. الجزئية الثالثة من هذه الحلقة راح نتطرق إلى أهداف الاستثمار. هنالك أهداف عامة للنفع العام وهي المشاريع، وهي تتمثل في المشاريع التي تقوم بها الدولة، وذلك من بناء طرق أو من بناء مؤسسات تعليمية حكومية مثلا أو دوائر حكومية، فبالتالي هنا هي بمفهومها العام تسمى بمشاريع، أي أن الدولة تقوم بالاستثمار في هذه المشاريع وذلك للمنفعة العامة وأيضا للتنمية الاقتصادية لهذا البلد وفي نفس الوقت للتنمية الاجتماعية له. ولكن هنا هذه الأموال المستثمرة من قبل الدولة للمنفعة العامة نادرا أن تهدف إلى تحقيق ربح، بينما النوع الثاني وهو من أجل تحقيق العائد والربح كالمشروعات الخاصة التي تقوم بها الشركات الخاصة أو رجال الأعمال، لم تنشأ هذه الشركات إلا لتحقيق الربح أو العائد. أيضا من الأهداف تحقيق عائد مناسب يساعد على استمرارية المشروع، وذلك في حالة عدم وجود عائد يساعد المشروع على استمراريته سوف يتعطل هذا المشروع من الاستمرارية، ومن الممكن أن يتعرض إلى مخاطرة عالية، فبالتالي قد يتعرض إلى خسائر رأس مالية مما يؤثر عليه ومما يسبب لهذه الشركة انهيار وعدم الاستمرارية في عملية المشروع. المحافظة على قيمة الأصول الحقيقية، في حالة أن هذه الشركة لم تستطع المحافظة على أصولها الثابتة قد تتعرض هذه الشركة إلى خسائر أيضا رأسمالية، فبالتالي قد تتعرض إلى الخروج من السوق. استمرارية الحصول على الدخل والعمل على زيادته مما يساعد على الاستثمار المحفز لهذه المؤسسة أو المنشأة التجارية، وذلك من خلال التوسع في عملياتها الإنتاجية أو التوسع في فروعها، إذا كان لديها فروع مثلا في مدينة الرياض تفتح فروع عدة في مناطق أخرى داخل المملكة أو خارج المملكة، فبالتالي هنا تصبح العملية عملية توسعية، وذلك من خلال الدخل التي حصلت عليه هذه المؤسسة خلال الفترة السابقة. أيضا من الأهداف ضمان السيولة اللازمة، وهنا السيولة اللازمة يتوجب على الإدارة المالية لهذه المؤسسة أن توفر سيولة نقدية جاهزة، وذلك لمقابلة الفرص في حال وجود فرص استثمارية وبالدخول في هذه الفرص الاستثمارية ومن ثم الحصول على عائد مناسب من خلال هذه العملية الاستثمارية التي قد تواجه المؤسسة أو المنشأة التجارية الخاصة في فترة زمنية قادمة. أيضا من الممكن أن يكون هنالك تهديدات معينة لهذه المؤسسة المالية أو المؤسسة أو الشركة الخاصة، فبالتالي يلزم هذه الشركة توفير سيولة نقدية لمواجهة التهديدات المستقبلية التي قد تحدث خلال فترات زمنية لاحقة لا تعلم عنها هذه المنشأة حاليا. الجزئية التي تليها لدينا أنواع الاستثمار، هنالك مجموعة من أنواع الاستثمار راح نعمل مقارنة بين مجموعة من هذه الأنواع. لدينا الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي. الاستثمار الحقيقي يتمثل في الاستثمار في الأصول الحقيقية، أي أنه يساعد في عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لهذا البلد، على سبيل المثال إنتاج منتجات زراعية، إنتاج منتجات حيوانية، أيضا إنتاج منتجات غذائية، أيضا من الأمثلة المصانع مثلا على سبيل المثال، أو الشركات الخاصة التي تقوم بعملية الإنتاجية، أي أنها تنتج
منتج ملموس يساعد في التنمية الاجتماعية، وممكن استهلاك هذا المنتج من قبل الأشخاص أو من قبل أيضا من قبل أي كائن حي ممكن استخدام هذه المنتجات التي هذه الشركات تقوم بإنتاجها. أيضا لدينا الاستثمار المالي، وهو يختلف عن الاستثمار الحقيقي، أي أنه يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية كالأسهم والسندات وشهادات الإيداع. هذا الاستثمار لا يمثل استثمارا حقيقيا، بينما هو يمثل استثمار لصاحبه فقط، أي أن العائد المتحصل من قبل هذا الاستثمار المستفيد منه هو صاحب هذه العملية الاستثمارية، سواء فرد أو شركة. وكذلك الخسارة التي قد يتعرض لها هذا الاستثمار يكون على هذا الشخص أو على هذه الشركة، بينما الاستثمار الحقيقي في حالة أن هذه المؤسسة حصلت على عوائد مالية، هذه العوائد المالية قد تساعد هذه المؤسسة في العملية التوسعية، مما يساعد على التنمية الاقتصادية للبلد، وكذلك مما يساعد على التنمية الاجتماعية لهذا البلد. إذن الاستثمار الحقيقي هو استثمار في الأصول الحقيقية التي تساعد في العملية الإنتاجية والتوسعية والتنمية الاقتصادية، بينما الاستثمار المالي لا يحمل إلا استثمارا في الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وفائدته للمستثمر نفسه، بينما الاستثمار الحقيقي للمستثمر وكذلك للمجتمع على حد سواء. أيضا من أنواع الاستثمار، الاستثمار طويل الأجل ومتوسط الأجل وقصير الأجل. عادة الاستثمار طويل الأجل في الاستثمارات التي تمتد لأكثر من 3 سنوات في الغالب، كالاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية أو المشروعات التي يمتد الاستثمار فيها لفترة زمنية طويلة، مثل المصانع الإنتاجية أو أي مصنع آخر. إذن الاستثمار طويل الأجل يتمثل في الاستثمارات التي تزيد عن 3 سنوات، بينما الاستثمار متوسط الأجل هي الاستثمارات التي تمتد خلال فترة زمنية تتراوح بين السنة إلى 3 سنوات، ويمكن الاستثمار بصيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة وغيرها من الصيغ الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية الخالية من الربا المحرم. راح نتطرق إلى هذه الأنواع من الصيغ الاستثمارية في حلقة قادمة بمشيئة الله. إذن الاستثمار طويل الأجل يتمثل في الاستثمارات التي عادة تزيد عمرها الاستثمار عن 3 سنوات، بينما الاستثمار متوسط الأجل من سنة إلى 3 سنوات. الاستثمار الثالث الاستثمار قصير الأجل، وهي الاستثمارات التي تمتد لفترة زمنية عادة تكون قصيرة من يوم إلى أقل من سنة، كالاحتياجات التمويلية الموسمية للسلع والخدمات. عادة بعض المؤسسات تقوم بشراء موادها الأولية على الحساب أو بالأجل من هذا، وتقوم بعملية السداد خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن 30 يوم إلى 60 يوم. فبالتالي هذه العملية الاستثمارية بين المورد الرئيس وبين المشتري أو صاحب الموزع تكون عملية استثمارية قصيرة الأجل. أيضا هنالك نوعان داخل الاستثمار قصير الأجل. النوع الأول الاستثمار قصير الأجل جدا، والنوع الآخر الاستثمار قصير الأجل. الاستثمار قصير الأجل جدا وهو في العادة لا يزيد عن اليوم أو بضعة أيام أو أسابيع، بينما الاستثمار قصير الأجل وهو الذي تقل مدته عن العام من الشهر إلى أقل من عام، وهو يعني أن الاستثمار قصير الأجل يتراوح من بضعة أيام إلى أقل من سنة. عادة هنا في الاستثمار قصير الأجل
يتمثل في العملية المضاربية التي تحصل في الأسواق المالية في عملية الشراء والبيع في نفس اليوم. فبالتالي هذه العمليات تسمى بالاستثمار قصير الأجل جدا. في حالة احتفاظ هذا المستثمر بهذه الأوراق المالية لفترة زمنية تزيد عن الشهر وتقل عن السنة فهي تسمى استثمارات مالية قصيرة الأجل، بينما في حالة زيادتها عن الفترة الزمنية السنة فهي تسمى ولا تزيد عن 3 سنوات فهي تسمى استثمارات متوسطة الأجل، بينما في حالة أنها زادت عن 3 سنوات فهنا تسمى الاستثمارات طويلة الأجل. كذلك في العملية الإنتاجية أو العملية الصناعية كلما زادت هذه الفترة عن 3 سنوات سميت باستثمارات طويلة الأجل، بينما في حالة أنها لم تزد عن 3 سنوات ولم تقل عن السنة هنا تسمى باستثمارات متوسطة الأجل، بينما في حالة استثمارها في أقل من سنة فهي تسمى استثمارات قصيرة الأجل. أيضا من أنواع الاستثمار الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز. الاستثمار المستقل وهو الأساس في زيادة الدخل والناتج القومي من قبل قطاع الأعمال أو الحكومة أو من استثمار أجنبي، أي أنه مستقل بذاته في عمليته الاستثمارية، والسيولة التي حصلت عليها هذه المؤسسات التي قامت بالعملية الاستثمارية إما من ادخارات سابقة حولت إلى احتياطيات ومن ثم قامت هذه المؤسسة في إنشاء مشاريع معينة تنموية، وكذلك إما أن تكون هذه المشاريع خاصة أو من قبل قطاع الحكومة فهي أيضا تسمى بالاستثمار المستقل بذاته، بينما الاستثمار المحفز فهو الذي يأتي نتيجة لزيادة الدخل. إذن هنا علاقة بين الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز، كلما كانت عملية الاستثمار في الاستثمار المستقل ذات عوائد عالية فبالتالي يكون هنالك هذه العوائد ممكن استخدامها في العملية التوسعية لهذا الاستثمار مما يحفز العملية الاستثمارية، فبالتالي تكون العلاقة بين الاستثمار المستقل والاستثمار المحفز علاقة طردية. كلما زادت العملية التحفزية أي العوائد التي حصلت عليها هذه المؤسسات من قبل الاستثمار المستقل وقامت باستخدام هذه العوائد كعملية توسعية لهذه المشاريع القائمة فبالتالي تزيد من عملية الاستثمار المستقل، مما ينشئ مشاريع أخرى، شركات أيضا لديها فروع أخرى داخل المملكة أو خارجها أيضا من الممكن أن تقوم بعملية تساعد في العملية الإنتاجية أو الأنواع الإنتاجية لهذه المؤسسة. أيضا النوع الذي يليه أو الاستثمار الذي يليه الاستثمار المادي والاستثمار البشري. الاستثمار المادي عادة يتعلق بالشكل التقليدي للاستثمار، أي أنه الاستثمار الحقيقي الذي تطرقنا له في السابق، الاستثمار في الأصول الحقيقية، أي أنه الاستثمار الذي يساعد في العملية التنموية، بينما الاستثمار البشري وهو يتمثل بالاهتمام بالعنصر البشري من خلال التعليم والتدريب. لاحظ هنا أيضا أن هنالك علاقة بين هذين الاستثمارين، كلما كان هنالك استثمار بشري في جزئيات العملية التطويرية والتنموية والتدريبية لهذا العنصر البشري هذا سوف يساعد ويصب في العملية الاستثمارية المادية، أي في العملية الاستثمارية الحقيقية، أي في عملية الاستثمار في الأصول الحقيقية، مما يساعد هؤلاء الموظفون على
الزيادة في عملية التنموية، مما يؤهلهم إلى معرفة الجو العملي داخل هذه المؤسسة، مما أيضا يساعد هؤلاء الموظفون من معرفة هيكلة الشركات، من معرفة العملية الإنتاجية، من معرفة النواحي المالية، من معرفة متى تحتاج هذه المؤسسة إلى السيولة، مما تساعد أيضا على معرفة مدى إمكانية هذه المؤسسة على سداد للسداد للموردين، معرفتهم أيضا على حقوق الملكية لهذه الشركة، مما يساعدهم على جميع النواحي داخل هذه الشركة. أيضا هذا سوف يعود بالعملية الإنتاجية لأصحاب هذه الشركة أو لكل من له علاقة بهذه المؤسسة من عملية تنموية تساعد هذه الشركة في العملية الإنتاجية في العائد الذي سوف تحصل عليه خلال فترة زمنية قادمة. هذا العائد أيضا من الممكن أن يساعد أيضا الموظفون في حالة تحفيز هؤلاء الموظفون وزيادة رواتبهم أو إعطائهم محفزات تساعدهم في العملية الإنتاجية أو بالأحرى تحفزهم في العملية الإنتاجية. الجزء الذي يلي الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، وتقريبا هذا الجزء الأخير في هذه الحلقة راح نتطرق إليه، يحتل هذا النوع من الاستثمار أهمية خاصة في الدول المتقدمة، حيث تخصص له هذه الدول مبالغ طائلة لأنه يساعد في زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق العالمية وأيضا إيجاد طرق جديدة لعمليات الإنتاج. بدون هذه الأبحاث لن تستطيع المؤسسات معرفة ماهية السوق، معرفة ما يحتاج إليه المستهلكون، معرفة ما العملية التنافسية بينها وبين الشركات المنافسة، وذلك لأن الفلسفة الآن انتقلت من معرفة المعلومات التي تدار داخل هذه المؤسسة إلى معرفة ما يدار حول هذه المؤسسة، وبالتالي لن تستطيع هذه المؤسسة أو هذه الشركة الخاصة أو هذا القطاع الحكومي معرفة ما يدار من حوله إلا بالعملية البحثية، وبالتالي هذا البحث يساعد في العملية التنموية، ولكن هذه البحوث تحتاج إلى مالي أو عملية استثمارية مالية، أي أنه يحتاج إلى سيولة مالية تساعد هؤلاء الأفراد المستثمرين في عملية التوصل إلى المؤسسة المالية، وأيضا تساعد هؤلاء المستثمرين أو الباحثين في الوصول إلى مبتغى هذا الفرد للوصول إلى نتائج معينة، هل هذا المنتج ألف أم باء أم جيم الأفضل، أيهما أفضل من الناحية التسويقية، من الناحية من النواحي الاستهلاكية، أيضا في عملية الأبحاث وكذلك فيما يخص دراسات الجدوى، كل هذه الأبحاث وكل هذه الأمور تحتاج إلى دعم مادي، سواء إذا كانت هذه المشاريع خاصة أو مشاريع حكومية. بدون الدعم المادي لن يستطيع الأفراد ولن يستطيع هذا الباحث للوصول إلى نتائج ذات فعالية وكفاءة عالية للوصول إلى المبتغى، ليس مبتغى هو وإنما مبتغى هذه الشركات. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة الأولى، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.